تشاهدون في هذه الحلقة. غياب العدالة يطيل أمد الحرب في اليمن. في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة معاقو الحرب يستذكرون جرائم الميليشيا. مغترب يمني عائد يستثمر في تربية طيور السمان لأول مرة في عدن. جولة إخبارية سريعة نتابع فيها أهم أحداث المدينة وأهل المدينة. دشنا في مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة المؤقتة عدن. العمل بنظام الحجز الإلكتروني لاستقبال معاملات المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات السفر. وقال مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات العميد محمد عباد إن العمل بنظام الحجز المسبق يهدف إلى التخفيف من الازدحام الشديد الذي شهده مبنى الجوازات عقب عملية استئناف العمل بالمصلحة والقضاء على ما وصفه بظاهرة السمسرة في مبنى الجوازات. انعقد في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل خاصة بمجال الصحة الإنجابية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان. الورشة شارك فيها مدراء الصحة الإنجابية في المحافظات المحررة وهدفت إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في مجال الأمومة الآمنة لما من شأنه الحد من وفيات الأمهات والمواليد. اختتم في العاصمة المؤقتة الدورة التنشيطية التوعوية الخاصة بمرض السل والجذام بتمويل من منظمة جلارة الألمانية، واستهدفت الدورة وعلى مدى يومين 40 مشاركا من العاملين في القطاع الصحي بعدن ضمن جهود وزارة الصحة لمكافحة أمراض السل والجذام وخطتها للقضاء عليها تماما بنهاية العام 2030. أشهر في العاصمة المؤقتة عدن مؤسسة معارف الإنسانية التنموية. المؤسسة وبحسب القائمين عليها ثمرة 4 أعوام من العمل التطوعي في مديرية المنصورة وتهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي في مجالات التنمية المختلفة. الانتهاكات الإنسانية واقع يعيشه العديد من اليمنيين منذ سنوات. قضيتنا لهذا الأسبوع، تابعونا. الحرب تقترب من إكمال عامها الخامس في اليمن، وحصادها المر الدامي يشكل في مجمله انتهاكاً للقوانين الدولية، ترقى بعضها إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. البلد تمر بحرب، ونتيجة للحرب اللي حصل في البلاد طبعا الانتهاكات من قبل الحوثي وميليشياته انتهاكات كبيرة جدا، فنحن ما نشاهده من خلال انتهاك تلك الجماعات لبعض الحقوق والتي هي دائما نشاهدها بتجنيد الأطفال وباستخدامهم في الجبهات، وذلك ما لاحظ على الجيش الوطني بضبط بعض من الأطفال الذين لم يتراوحوا أعمارهم من 8 سنين إلى 9 سنين وهم حاملين الأسلحة. هذا دليل كبير على انتهاك حقوق الإنسان في تلك المناطق التي هي محتلين من قبل الميليشيات الحوثية. حقوق الإنسان قبل ما تكون بنود وأشياء مكتوبة في ورق وقوانين اتفاقيات هي أشياء تنص عليها الدين عندنا أصلاً، الدين الإسلامي، إنك كيف تقدر تحافظ على إنسانية الشخص اللي قاعد تتعامل معه وإنسانية الشخص بشكل عام. حقوق الإنسان إيش الشرط حقه؟ حفظ كرامة الإنسان. فإذا ما وجد، إذا نقص أي حاجة في موضوع إنه كيف أنا أحافظ على كرامة الإنسان هذه، ما أظن أشوف نفسي إنه أنا وصلت الفكرة بشكل كامل. جرائم وانتهاكات لا تحصى تطال المدنيين بشكل شبه يومي، في حين تهدد الأزمة الإنسانية غير المسبوقة ملايين السكان. في انتهاكات موجودة، لكن نحن نقول إنه الانتهاكات هي أنواع، وتتحدد انتهاكات من انتهاكات إلى انتهاك آخر. نحن نقول إن الانتهاكات بحرية الإنسان هي الإنسان كرامته أن يعيش بحرية وبسلام وبأمن وبوام. نحن طبعاً نتعرض أكثر من انتهاك في المناطق المحررة، تمام. هو الفراغ النفسي يلعب دور، إنه الناس تمر في حروب وغلاء الأسعار يلعب دور أيضاً، فالناس مشغولة في همومها المجتمعية. بالنسبة لأنه أنت عارف برضو موظفين أو رجال في موظفين في الدولة لا يستلمون الرواتب أو الراتب لا يكفي كما كان من السابق، فهذا يعتبر نوع من الضرر النفسي
والضرر الاجتماعي اللي تعرض له المواطن في هذه الفترة. فكرة حقوق الإنسان بشكل عام إنها يعني حقوق الإنسان شيء تكاملي، يعني هي كل حق يكمل الحق الثاني، شيء شامل وعالمي. فكرة إنه هذه المشكلة عندنا إنه كل جهة حتى مشتغل مبادرات على مستوى المؤسسات، كل الجهات فيك جهات كثير تشتغل توعي المجتمع، توعي الطلاب، توعي عدة جهات، بس الفكرة دائما يكون في نقص، ما في التكامل اللي المفروض يكون موجود في حقوق الإنسان. تقارير دولية تشير إلى تورط جميع أطراف الصراع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ظل المجتمع الدولي يغض الطرف عنها وعن الوضع الإنساني الذي لا يطاق. هناك منظمات حقوقية عملت كثير من التقارير ورصد بعض الانتهاكات الحاصلة سواء في المناطق المحتلة من قبل الحوثيين وبعض المناطق التي هي تحصل فيها انتهاكات لبعض أشخاص أو لبعض أطفال من تلك الانتهاكات، هي عدم يعني أعطاء حرية أو إدخال المعونات والمساعدات لبعض الناس الذين هم يحتاجون لتلك المساعدات في إيصالها إلى المناطق الغير محررة من تلك العناصر الميليشيات الحوثية. ضرب مدارس، عدم وجود أمان بالخالص، هنا ممكن في المناطق المحررة في حرية إعلام، لكن في المناطق الأخرى من الحوثي وغيرها لا يوجد هناك حرية للإعلام نهائيا، هنا يوجد في طرف وطرف آخر. وإن شاء الله نحن الآن لا نقدر نلقي الهم المشكلة على شخص واحد أو على الدولة بشكل أساسي، لأن الدولة لم تقوم جميع أركانه تمام، لكن عندما الدولة تقوم جميع أركانها نقدر نحمل المشكلة جزء واحد، لكن المشكلة عادة ما زالت متوزعة بين الجميع. الكل متحمل المسؤولية، كل إنسان واعي عاقل له عليه مسؤولية، عليه أدوار يقوم فيها تجاه إنه كيف يقدر يحافظ ويرفع مستوى حقوق الإنسان. بس فكرة إنه في جهات تشتغل على الموضوع هذا إنها تكثف الشغل بطريقة أكثر، يكون شغلهم معمم أكثر، يكون يتناول كل البنود مع بعض، إنه توصل فكرة إنه التكاملية، إنه هذه الحقوق إنها شاملة، ما تختصر على بعض النقاط وما تختصر على بعض الجهات في موضوع التوعية والتدريب كمان. إطالة أمد الحرب في اليمن ينذر بالمزيد من الجرائم والانتهاكات الإنسانية، ويعرض ما تبقى من البلد الهش إلى التمزق والانهيار، ويقضي على آمال اليمنيين المتطلعين إلى سلام دائم ينهي سنوات الحرب وحياة المعاناة. أهلا بك أستاذ إشراق المقتري، الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ضيفة عزيزة لمناقشة عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. اهلا بكم ومرحبا بقناة بلقيس في مكتب اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. أستاذ إشراق، بداية لو تحدثين عن عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. اللجنة الوطنية تعمل يعني بشكل مباشر منذ بداية العام 2016 في النظر بكافة انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت منذ العام 2011 وحتى هذه اللحظة. مهمتنا يعني هي حددت في القرار الجمهوري رقم 140 سنة 2012 وتعديلاته، والتي تهدف إلى التحقيق في كافة الانتهاكات، تحديد المتسببين لتلك الانتهاكات، تحويل هذه الملفات إلى شق القانوني وإحالتها من ثم إلى القضاء متمثل بالنيابة العامة، وبالتالي فأعتقد أن هي آلية وطنية نوعية متخصصة في التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، هي آلية ربما شبه قضائية وحديثة، قد لا تكون فقط في الجمهورية اليمنية إنما على مستوى الوطن العربي ككل. ربما جاء عملها بشكل كبير وبشكل ما يعني مباشر في خلال أتون الحرب التي بدأت في 2015، وهذا الأمر ربما ضاعف من نقول جهدها ومسؤوليتها في التحقيق في هذه الانتهاكات. خلال الفترة الماضية يعني ربما يعني كما تعلمون أصدرت اللجنة 7 تقارير عامة دورية، يعني خلال 4 سنوات أصدرنا 7 تقارير إضافة إلى التقرير خاص بالسجون، وبالتالي يعني بمعدل 4 سنوات يعني 8 تقارير، وهي بالعام تقريرين إضافة إلى البيانات الصحفية الموسمية وأيضا الشهرية لأعمال اللجنة.
لا سيما في موضوع بعض القضايا ذات نقول الخصوصية والرأي العام التي تشهدها بعض المحافظات، خصوصا المحافظات التي تشهد نزاع مسلح كثيف وبشكل مستمر وأضر بالحقوق نقول المدنية المتعلقة بالحق في الحياة والسلامة النفسية والجسدية والعقلية. اللجنة خلال الفترة الماضية إضافة إلى إصدارها هذه التقارير الدورية العامة والتقارير الخاصة والبيانات الصحفية أيضا استطاعت أن تنهي التحقيق في أكثر من 12,000 حالة انتهاك. إذن أستاذة إشراق، لو أن تحدثينا عن أهم الإنجازات التي قامت بها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى هذه اللحظة. يعني كما ذكرت ربما نحن لا نقول بأننا حققنا الإنجازات التي كنا نطمح إليها، لكن بحسب الواقع بحسب الظروف استطعنا كما ذكرت أن نصل إلى كافة المحافظات اليمنية دون استثناء عبر راصدين المباشرين من المحامين. لدينا قرابة 40 راصد من القانونيين والنشطاء في المجتمع المدني ومنظمة المجتمع المدني. استطعنا أيضا أن ننظر في غالبية أنواع انتهاكات لا سيما الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني أي موضوع الحرب. خلال الفترة الأربع سنوات الماضية أيضا إضافة يعني ملخص أو تواجدنا في تلك المحافظات وتلك المناطق أن استطعنا الانتهاء من التحقيق في أكثر من 12,000 ملف قانوني، وهي طبعا عبارة عن الملفات الأصلية والرصد والتوثيق كان لأكثر من 23,000 حالة انتهاك، لكن التحقيق القانوني تم الانتهاء من أكثر من 12,000 ملف. الإنجاز الأهم بالنسبة لنا كما ذكرت هو إصدار تقارير دورية وبشكل منتظم وبشكل واضح يوضح منهجية عمل اللجنة في التحقيقات ويشير لبعض الوقائع الكبيرة والجسيمة والخطيرة التي مست القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. أمر آخر بالنسبة لنا هو إنجاز أيضا ربما نوعي، وهو التعامل المباشر مع القضاء المتمثل بالنيابة العامة وإحالة عدد من الملفات. هناك ملفات أحيلت إلى النيابة العامة، ما هو مصير هذه الملفات؟ هل تم فتحها؟ هل بدأت الإجراءات في هذه الملفات والتحقيق فيها؟ هل هناك أحكام قضائية صدرت لصالح اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، أم أنها لا زالت مغلقة قيد الفتح؟ في البيت نحن ننظر إلى أن القضاء متمثل بالنيابة العامة أو القضاء الواقف والجالس بشكل عام هو شريك للجنة الوطنية في حماية حقوق الإنسان، لكن هذا الموضوع ربما حديث عهد أو موضوع حديث بالنسبة للإطار الوطني، وبالتالي فكان من المهم جداً عملية تهيئة القضاء لهذا النوع من هذه التحقيقات أو هذه المحاكمات. لهذا نرى مسألة قرار إنشاء اللجنة أو التعديل الذي طرأ في إنشاء اللجنة بإحالة ملفات القضاء هو بالنسبة لنا يعني نتيجة إيجابية. تم بالفعل الإحالة إلى النيابة العامة. الفريق النائب العام قام بتشكيل فريق من القضاة للقيام بعملية متابعة إجراءات الملفات. منتظرين في مسألة البدء بهذه المحاكمات، ولهذا مسألة تكليف فريق ومسألة قيام هذا الفريق بالفحص والمراجعة للملفات التي انتهت اللجنة من التحقيق فيها باعتقادي هي تقدم كبير. الخطوة التي نعملها خلال العام 2020 وهي التي نعمل عليها حاليا بعملية رفع قدرات هذه الجهة في مسائل محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان أن تبدأ خلال العام 2020 مثل هذه المحاكمات التي من شأنها بالتأكيد ضمان المساءلة وحماية حقوق الإنسان وعدم إفلات الجنات من العقاب، وهي رفع مستوى الثقة للمواطنين لا سيما الضحايا وأهاليهم باللجنة وبالآليات الوطنية المتمثلة بالقضاء ومؤسسات إنفاذ القانون. كانت لكم زيارات ميدانية إلى المناطق المحررة، لو تحدثونا عن نتائج تلك الزيارات؟ بالفعل يعني اللجنة الوطنية للتحقيق تقوم بين فترة وأخرى بالبدء، أحب أن أذكر أن فريقها الميداني أساساً متواجد بالمناطق وبكافة المحافظات، وبالتالي هي متواجدة بشكل مباشر، لكن هناك زيارات مباشرة يقوم بها أعضاء اللجنة على الجانب المستوى الأعلى، وذلك لتقييم بعض أنواع الانتهاكات إضافة إلى تحليل بعض أنماط الانتهاكات. قامت اللجنة في المطرة الماضية بعدد من الزيارات إلى محافظة تعز ومحافظة الضالع، أيضا لمحافظة لحج، محافظة أبين، محافظة شبوة. كان هناك أيضا زيارة مكثفة إلى محافظات الجوف ومأرب.
إضافة إلى حضرموت. الزيارة الأخيرة كانت والمهمة بالنسبة لنا أيضا هي الوصول إلى محافظة أرخبيل سقطرة التي ربما يعني الانتهاكات التي تتواجد بها مختلفة عن الانتهاكات التي تتواجد بقية المحافظات اليمنية التي تشهد نزاع مسلح. سقطرة ربما غائبة أو بعيدة عن هذه معترك الصراعات، لكن هناك انتهاكات أخرى مست الحقوق الطبيعية والبيئية المتعلقة بالأرخبيل كونها محمية وطنية وإضافة إلى محمية دولية وفق قرار لجنة التراث العالمي. هذه ربما أهم النتائج التي يعني حصلت أو استطاعت اللجنة الوصول إليها هو زيارة السجون ومراكز الاعتقال المتواجدة في تلك المحافظات ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية المختصة بحماية فئة السجناء والمعتقلين. أمر آخر، تم التحقيق في بعض وقائع المشهودة والكبيرة التي سقط فيها ضحايا مدنيين في مديريات مريس وقعطبة وقبن ودمت وفي الضالع، إضافة إلى مديريات صالة والمسراخ وجبل حبشي في محافظة تعز. أيضا تم عمل عقد جلسات استماع مباشرة للنساء ضحايا انتهاكات في محافظة الجوف واللقاء بمنظمات المجتمع المدني في محافظة مأرب. أيضا تقييم الأوضاع الإنسانية والحقوقية كما ذكرت في محافظة حضرموت ومحافظة شبوة. بالتالي باعتقادي مثل هذه الزيارات المباشرة للتقييم والمعاينة المباشرة لبعض الوقائع الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان هي بمثابة تأكيد جدية اللجنة ووصولها المباشر إلى تلك المناطق، وهي مؤشرات يعني ربما نجاح قد لا تتحقق لأي آلية أخرى سواء وطنية أو إقليمية أو دولية. ماذا عن المناطق غير المحررة؟ كيف يتم رصد الانتهاكات التي تحدث فيها؟ حرصت اللجنة منذ البداية على اختيار كادر رسمي من الباحثين والراصدين من قادات المجتمع المدني ونقابة المحامين اليمنيين في تلك المحافظات، وبالتالي لدى اللجنة كما ذكرت 40 باحث وراصد يعني موظف لدى اللجنة متواجدين في تلك المحافظات. حرصنا أن يكون هؤلاء الراصدين من أبناء تلك المحافظات أيضا من أبناء تلك المديريات. يعني استطعنا بالفترة الماضية الوصول إلى مديرية أو مديريات كشر في محافظة حجة التي شهدت بداية العام 2019 انتهاكات خطيرة جدا حقوق الإنسان. هل هناك تجاوب من المواطنين أثناء تواجدكم لرصد هذه الانتهاكات؟ هل هناك تجاوب من الناجين من العنف أو المعرضين للانتهاكات؟ أيضا الجهة المهيمنة في تلك الأماكن هل تتجاوب معكم أم أنها تعتبركم مثل ند أو طرف معادي لهم؟ حقيقة هو الجيد ربما بأن ثقة المواطن في اللجنة ارتفعت بشكل كبير جدا سواء في المحافظات المحررة أو المحافظات التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي. المواطنين ربما هم الذين ساعدوا في عملية الوصول لهذه المعلومات، يعني هناك وصول يعني نراه يعني ممتاز لهذه الفئة. مسألة تعاون سلطة الأمر الواقع متمثلة بجماعة الحوثي فهي ترفض التعامل أو التعاون مع أي آلية سواء دولية أو وطنية، وربما شاهدتم عملية رفض تواجد المفوضية السامية في صنعاء وفي مناطق أخرى، وبالتالي توجد صعوبة في مسألة التعاون معهم. لكن كما ذكرت لم تستسلم اللجنة، لهذا اعتمدت بعملية الوصول للضحايا ومقابلاتهم والاستماع إلى الشهادات الضحايا والشهود والتوثيق عبر موظفين تابعين لها من أبناء تلك المناطق وتلك المديريات. ونحرص كثيرا جدا على مراجعة مثل هذه الملفات والتي لها بالنسبة لنا أولوية. لهذا إذا قلت لكم أنه أكثر من 60% من الراصدين باحثي اللجنة الذين يصل عددهم إلى 40 هم متواجدين في المناطق التي تحت سيطرة جماعة الحوثي، نظرا لأن تواجد اللجنة في المناطق المحررة بشكل كبير ولديها الكثير من التسهيلات، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تكثيف تواجدها في المناطق الأخرى يعني بشكل ربما تقني آخر. أستاذ إشراق، هل تكتفون برصد الانتهاكات وتوثيقها أم أنكم تمدون يد العون لهؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات؟ كما ذكرت في البداية اللجنة هي يعني لجنة وطنية مهتمة أو هدفها
التحقق في انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي هي لجنة شبه قضائية، هي عملها ليس بتدخلات أخرى اجتماعية أو قانونية أو صحية أو إغاثية وما إلى ذلك، لكن اللجنة لديها الكثير من العلاقات التي تحرص على أن تساعد في نقول تذليل بعض الصعوبات والاحتياجات لبعض الفئة، لكن عملنا الرئيسي والمباشر هو التحقيق في الانتهاكات وليست أي خدمات أخرى لاحقة أو مصاحبة. لكن كما ذكرت أي عملية تنسيق ربما يعني نقوم بعمل القيام بها لمصلحة الضحايا. ما هي الانتهاكات الأكثر تصدراً لمشهد الحرب في اليمن؟ يعني كما ذكرتي نحن في يعني أكثر من 70% من المحافظات اليمنية شهدت منذ العام 2015 نزاع مسلح غير دولي داخلي، بالتالي فإن الانتهاكات المتعلقة بالحرب أو ما يسمى جرائم الحرب هي الانتهاكات التي تتصدر المشهد. أول هذه الانتهاكات يعني كما هو يعني واضح للعيان هي مسألة قتل وإصابة المدنيين والتشويه والأذى الجسماني والنفس الذي تعرض له المواطن عن طريق الفزع والرعب، و يعني تدمير أيضا بعد ذلك الممتلكات الشخصية والأعيان المدنيين المتمثلة يعني بالمنازل، المحلات، وسائل المواصلات، تدمير البنى التحتية. كل هذه الانتهاكات تأتي ربما في المرتبة نقول الأولى نظرا لعدم التزام ربما وعدم التزام بالمبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثل في الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز بين الأعيان المدنية والأعيان العسكرية. كل هذه المخالفات أو التجاوزات لالتزامات المبادئ القانون الدولي الإنساني أضرت بالمواطن اليمني كإضرار مباشر بحياته وسلامته، وأيضا أضرت أيضا به بشكل أو بآخر ببيئته وممتلكاته، ودمرت الكثير من الأعيان التي لا غنى للناس عنها سواء في الحاضر أو محط أو محل زراعة لتلك الألغام، التي طبعا أدت إلى الإصابة وتشويه عدد من الضحايا لا سيما النساء والأطفال. هذه ربما هذا الانتهاك الحديث عنه باعتقادي يحتاج الكثير من الشرح وكثير من الاستفاضة، لأن هذا الانتهاك كان له الكثير من التأثير الحالي والذي لم نتوقع ربما مساحته وحجمه الذي حدث خلال الفترة الماضية من الحرب. إذا ما انتقلنا إلى المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية، ما موقفه من مهام اللجنة الوطنية للتحقيق في الادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ يعني ربما من الأمور التي يعني نقول تفخر بها اللجنة الوطنية بأنه حتى هذه اللحظة من عنده العام 2015 وحتى سبتمبر 2019 صدرت 5 قرارات دولية لصالح اللجنة الوطنية للتحقيق. هذه القرارات صادرة من مجلس حقوق الإنسان، تصدر بشكل كل عام في سبتمبر من كل عام أثناء دورة انعقاد مجلس حقوق الإنسان. هذه القرارات يعني أكدت بأنه على الحكومة اليمنية أن تدعم اللجنة الوطنية للتحقيق وعلى المجتمع الدولي أيضا، وألزمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصفتها سكرتارية مجلس حقوق الإنسان بأن تقدم الدعم التقني والفني والخبراتي للجنة الوطنية لإكمال مهامها في عمل تحقيق. هذا فيما يتعلق في الشق نقول الدولي، وبالتالي فإن القرارات الأممية الدولية ساندت أيضا إضافة للقرار الجمهور الأساسي في عمل اللجنة الوطنية للتحقيق، وبالنسبة لنا هذا يعتبر نقطة قوة ساعدتنا في المضي بعملنا بشكل كبير جدا. حسن أستاذ إشراق، لو تحدثين عن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها اللجنة أثناء عملها سواء في المناطق المحررة أو غير المحررة. باعتقادي بأنه أي آلية يعني في الأرض يعني وطنية محلية يعني دولية ستجد الكثير من الصعوبات، فما بالك إذا كانت هذه الآلية عملت في أثناء الحرب. يعني بدأنا عملنا في أوج الحرب أو في عز الحرب، وبالتالي فهي يعني تخيلي كمية الصعوبات. أول هذه الصعوبات ربما الإجراءات الأمنية المتشددة فيما بين المناطق والتي تعيق من حركة الراصد وحركة الباحث وحركة عضو اللجنة أيضا. الأمر الآخر يعني ربما للأسف اشتداد الحرب معناها زيادة عدد الانتهاكات، وبالتالي زيادة المهام الملقاة على عاتق اللجنة الوطنية للتحقيق. أمر آخر أيضا يعني المعاناة أو الوضع بشكل عام الاقتصادية
بشكل عام الاجتماعي التي تعانها وتردي الخدمات أيضا أثر على عمل اللجنة الوطنية للتحقيق. لكن يعني باعتقادي أنه مثل هذه الصعوبات يعني جزء منها يعني استطعنا تجاوزه. الصعوبة ربما اللي هي تعيق بشكل أكبر أو تمس حقوق الإنسان هو عدم إيمان يعني بعض أطراف النزاع بأعمال لجان التحقيق أو الآليات التحقيق بشكل مباشر، عدم تعاون أيضا بعض أطراف النزاع لا سيما يعني جماعة الحوثي التي ترفض التعاون والتعامل مع أي آلية متعلقة بحماية حقوق الإنسان سواء آلية يمنية أو إقليمية أو دولية وتنظر لها بأنها جهة يعني اتهام. باعتقادي أن هذه هي أهم الإشكاليات والصعوبات التي كما ذكرت تواجه اللجنة وتواجه أي عمل، ووضعنا عدد من الحلول مثل هذه نقول التحديات والصعوبات، وبإذن الله نواصل عملية الاستكمال. يعني ليس هناك نجاح كامل لأي عمل، لكن نأمل أن يكون عملا حالي مرضي عنه بشكل يعني مقبول. رسالة أخيرة تودين نقلها في ختام هذا اللقاء أستاذ إشراق؟ يعني رسالتي ربما بشكل يعني لمحورين وهما أضلع حقوق الإنسان بشكل رئيسي، أولا في القضاء وهي المؤسسة نقول الوطنية الفعلية المعنية بحماية حقوق الإنسان، بأن يتم التركيز على تفعيل مؤسسة القضاء لصالح حقوق الإنسان وقيامهم بعملية التحقيق في هذه الانتهاكات بلا سيما الملفات التي تنتهي اللجنة من التحقيق فيها. يعني نأمل بأن يتم التحرك بشكل جاد وفعلي. المحور الآخر وهو منظمات المجتمع المدني التي ربما دورها لا يمكن نكرانها والاستهانة به، بضرورة رفع مستواها وعملها لا سيما في الشق الرصد والتوثيق. واللجنة يعني تتمنى أو تفتح كافة أشكال التعاون لهذه الجهات سواء القضاء أو المجتمع المدني في سبيل حماية حقوق الإنسان. أستاذ إشراق المقتري الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لك. شكرا لكم، وأكرر يعني شكري لاهتمام قناة بلقيس بالآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان لا سيما اللجنة الوطنية للتحقيق. ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرات الخاصة يتحدون الإعاقة بالأمل ويحفرون بصمة وجود على جدار الثقة. مع نهاية كل عام تتجدد إشراقة ديسمبر بشعاع أمل متقد يعكس ضياءه ذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم العالمي بقوة وثبات نحو دروب الحياة. بيومهم العالمي الذي أحيته ورشة الأطراف الصناعية في عدن، رسم جيل الاحتياجات الخاصة لوحة بديعة عنوانها الأبرز الإعاقة ليست نهاية الحياة. وعلى وقع فرحة الاحتفال ومشهد الحضور اللافت، تفاعل الطفل عماد مبتور القدمين واعتلى المنصة متجاوزا بنصف جسد واقع الأسوياء. بروح مرحة وسعادة عانقت بهجة الحاضرين، رقص الطفل عماد معبرا بطرق مختلفة عن فرحته ومجسداً بقدرته على تجاوز الإعاقة وحرب الإنقلاب التي سلبته قدماه، ليكون شاهداً عليها وعلى بشاعة جرائم ميليشيا الإنقلاب. بإبداعات ومواهب متعددة وبأحلام وطموحات قد تفوق الخيال، هزم ذوي الاحتياجات الخاصة الإعاقة
وغيروا نظرات الشفقة والعطف، متجاوزين تحديات العمل وصعوبات الحياة كي لا يبقوا نكرة في المجتمع أو صفحة مطوية في ذاكرة النسيان. بالرغم من استمرار الحرب التي حالت دون اكتمال حلم هؤلاء، إلا أنهم اتخذوا من الإعاقة إرادة للانخراط في شتى مجالات الحياة، إيماناً منهم بمقدرتهم على المساهمة في مسيرة البناء والتطوير. ملامح السعادة والتفاؤل والإرادة القوية النابعة من أعماق ذوي الاحتياجات الخاصة تخطت حيز الجمود وفرضت هوية الوجود. قدم ذوي الاحتياجات الخاصة نماذج ناجحة في شتى مجالات الحياة، ولديهم مقدرة على العمل والإبداع، مما يجعلهم أفرادا منتجين وفاعلين في المجتمع إذا توفرت لهم إمكانات التدريب والعمل المناسب. تنوعت فعاليات الاحتفال وحملت في مضامينها الكثير من الرسائل عن واقع ذوي الاحتياجات الخاصة وحاجتهم الملحة للمزيد من الرعاية والاهتمام وضمانات تؤمن لهم حياة كريمة في بلد فقير دمرته 5 سنوات من الحرب. سيبقى يوم المعاق خالداً في ذاكرة الزمن، ومناسبة عالمية لتعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وللتعبير عن التضامن مع هذه الشريحة وتشجيعها على مواصلة الحياة والتغلب على عوامل اليأس والإحباط. أحمد العمري أول مرب لطيور السمان في اليمن، وجه مدينتنا لهذا الأسبوع، تابعونا. مع أن أحمد العمري كان يعمل في مجال النجارة لسنوات مضت، إلا أن زيارته للسعودية لأداء مناسك العمرة كانت السبب في معرفته لطيور السمان وتذوقه لأول مرة في حياته أثناء ضيافة عائلية كان طبق السمان حاضراً فيها. هي بدأت كعزومة، عزموني على أكلة سمان طبعاً، فأعجبت جداً بطعم السمان، فبدأت شوية أبحث، بالإضافة إلى أنه ابني الكبير عبد القوي هو بحكم أنه يعني من أولاد الجيل الجديد هذا ومتعلق بالإنترنت، بدأ يبحث بالإنترنت عن كيفية تربية السمان، فوجدنا أنه تربية السمان ممكن تكون يعني نواة مشروع ما تحتاجش لرأس مال كبير، يعني مثلاً 400,000 500,000 ريال يمني ممكن تعمل منها شيء، وممكن بعد سنة سنتين أن تصبح يعني تاجر بمعنى كلمة تاجر من ولا شيء. فبدأنا الحمد لله بمساعدة الأخ أحمد سالم، يعني ولد عمي هو اللي كان يورد لي البيض، كان يورد لي بيض سمان من السعودية، وبدأت في البداية على أساس أنه ما أربيش، أنه بس أجيب بيض وأطلع أفراخ وعندما تكبر أبيعها، لكن بالأخير أقنعني ابني والزوجة أقنعتني أنه ليش ما يكون عندك مزرعة خاصة فيك، فبدأت أسس المزرعة كمزرعة. الآن زي ما أنتم شايفين الحمد لله وصل إنتاجي الآن من البيض ما يعادل 220 بيضة حالياً. بالرغم من سهولة تربية طائر السمان، إلا أن أحمد العمري واجه العديد من الصعوبات والتحديات كأول مستثمر في هذا المجال، واستطاع أن يتغلب عليها بدعم من العائلة والأهل والأصدقاء، لأن حجمه صغير يعتبر غالي، إنما رحنا نسعى إن شاء الله إذا توفر الأكل الطبيعي حقه بالسعر الذي هو موجود في البلدان الثانية فبيكون رخيص بإذن الله. بنسعى إنه إذا قدرنا وساعدتنا وزارة الزراعة في إنه نبدأ في جلب الأعلاف الخاصة بالسمان، لأنه له أعلاف خاصة، هو إذا جبنا الأعلاف الخاصة فيه
وكان سعرها أقل إن شاء الله، فبإذن الله أنه نخفض سعره، وكل ما زاد الإنتاج طبعاً هذه عملية تجارية، كل ما زاد الإنتاج كل ما قلت التكلفة وقل السعر. تربية السمان أفضل المشاريع الاستثمارية في التدجين لكونها الأكثر ربحاً والأقل جهداً ومشقة مقارنة بتربية الدجاج الرائجة في السوق اليمنية. كمشروع تجاري مميزاته أنه دورة رأس المال فيه سريعة جداً، حيث أنه الطائر بعد 45 يوم من خروجه من البيضة يبدأ يتكاثر، يبدأ بالبيض ويبدأ بالتزاوج. مدة التفقيس 18 يوم في الفقاسة يقعد. عيبه الوحيد أو عيبين عنده اللي هي أن الإناث نادراً ما ترقد على البيض، يعني شيء نادر جداً، فأي مشروع تجاري طبعاً ما تستطيع أن تعتمد على الطيور نفسها. العيب الثاني هو بعد خروج الكتاكيت من البيض يحتاج إلى مكان دافئ بحرارة نفس حرارة الفقاسة مدة 5 أيام على الأقل، يعني لازم تكون الحرارة 37.5 مدة 5 أيام. أسعى أنه ما تخلصش هذه السنة الجديدة القادمة إن شاء الله 2020 إلا وأنا نشرته في جميع محافظة عدن، وأبدأ خارج محافظة عدن بإذن الله. تصل إنتاجية مزرعة العمري من البيض يومياً إلى 150 بيضة، ويسعى خلال الأشهر القادمة للاستثمار في إنتاج اللحوم أيضاً وزيادة الإنتاج ليغطي عدن والمحافظات المجاورة. اليوم ولله الحمد نحن وصلنا إلى 150 بيضة تبتاع يومياً في سوبر ماركت الوالي. الطبق 6 بيضات ب 300 ريال والسوبر ماركت يأخذ 50 ريال مكسبه، يعني 350 ريال. كثير من الناس الغالبية العظمى يعني يقول لك 350 هي مبلغ رمزي، يعني أسعى بإذن الله أني ما أغيرش السعر هذا بإذن الله، أن تكون البلاد يعني مستقرة شوية، العلف غالية إنما الحمد لله يعني في دخل، الدخل موجود يغطي الخرج وفي فوائد، فبإذن الله أنه السعر هذا يكون ثابت. يأمل أحمد العمري ألا يتوقف الاستثمار في مجال تربية طيور السمان عند مشروعه الخاص، مبدياً حرصه على مساعدة كل من يرغب في الاستثمار بهذا المجال، فهو تاجر لا يؤمن بالاحتكار، محباً لوطنه ويرغب أن يكون سبباً في نموه الاقتصادي. مشروع بسيط جداً، محتاج رأس مال بسيط جداً، والحمد لله مربح، يعني الشخص اللي بيبتدئ فيه ممكن بمجهود بسيط يعني يكون مشروع. للأسف الشديد يعني كثير من الشباب مش فاهم ما معنى كلمة استثمار، مفكر إن استثمار يجب أن تجيب 100,000 دولار أو تجيب مبلغ خرافي. أو الاستثمار، كلمة استثمار أتت من كلمة ثمر، بمعنى أنه بذرة واحدة ممكن تعطيك ثمر، يعني ممكن مشروع بسيط جداً ويكبر ويصبح مشروع. ما أتمناه هو أن لا أكون الوحيد في هذا المجال، وإذا في شاب أو أحد يريد أن يعني أساعده في المجال هذا يا ريت أنه تكون مش مزرعة ولا تنتير ولا 10 في اليمن، أن ينتشر هذا في اليمن. إلى هنا أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله.